السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نبدأ هذا الفيديو بالصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم. بتمنى من كل شخص بشوفنا لقيت ينزل يحط لايك لهذا الفيديو، والناس اللي أول مرة بشوفنا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس بالضغط على خيار الكل، وتنسوش تشتركوا في حساباتنا الفيسبوك، التيك توك، سناب شات، انستغرام، كله موجود في صندوق الوصف. خلينا نفوت في فيديو اليوم. طبعا فيديو اليوم زي ما انتم شايفين انا بادي هذا الفيديو انا في الشارع من غير سمر ونشأت ومرح. بادي هذا الفيديو لحالي من غير سمر ومرح ونشأت في الشارع. ليش؟ لانه في لهم مفاجأة. شو هي هذه المفاجأة؟ بدي اجيب لهم مروحة. بما انه صار عندنا كهرباء فخلص لازم نجيب مروحة. هلقيت في الخيمة طبعا سمر بتعرف انه في مروحة، لكن ما بتعرف انه انا هلقيت طالع اجيب هذه المروحة. طبعا المروحة عن طريق صديقتها لسمر، وسمر زي ما قلت لكم تعرف انه في مروحة، بس ما بتعرف انه انا هلقيت طالع اجيب مروح. فانا هلقيت نازل على السوق، انا حاليا في شوارع اسواق مدينة دير البلح، نازلين عشان ندور على المروحة اللي مناسبة نقدر نشغلها على هذه الكهرباء، على هذه الطاقة، ان شاء الله هيك وتخفف عنا حر الشوب هذا، وان شاء الله يا رب يا رب هيك تبرد قلوبنا بخبر هدنة ان شاء الله يكون في اقرب وقت. ماشي، مش راح اطول عليكم في هذه المقدمه. خليني هلقيتها ابلش ادور على المحلات اللي بتبيع مراوح وشغلات زي هذه. طبعا لفيت كتير كتير في السوق وانا بدور على مروحه، لقيت مراوح بس قديمه ويمكن مش نافعه وتخرب شيء زي هيك، فبحاول ادور على مروحه جديده يعني انها تخدمنا، تكون الوط فيها قليل عشان الطاقه عندنا تخدمنا. وانا ماشي لقيت هذا المكان حلو جدا وقعده حلوه جدا، فميلت اشرب كاسه عصير، فشفت هنا عصافير منظرهم بجنن في الحديقه، بسم الله ما شاء الله. ببغاء المكاوي هنا اللي حلم حياتي يكون عندي نفس هذا الببغاء، بسم الله ما شاء الله وسبحان الخالق. في هنا كمان عصافير، هي هذا ببغاء من نوع ثاني، بسم الله ما شاء الله. هذا بخوف شرس. شوف هذا ايش بيعمل لما بقدم على هذا، شو كيف بنفش حاله. طيب عصافير بسم الله ما شاء الله. انا على فكره العصافير بحبهم كتير، وكنت اربي عصافير عندي كتير، اكتر شغلة يعني من الشغلات الحلوة اللي بحبها الطيور والحيوانات. وهي هنا بسة، كانت عندنا بسة، كانت عندنا بسة زمان قبل ما نطلع من البيت، بسم الله ما شاء الله. شو هذا؟ سنجاب. شاب بنادي علي بقول سنجاب هنا. اي عمو سنجاب هذا. طب هذا الواحد بقدر يمسكه؟ بقدر يمسكه؟ ولا صعب؟ بعد؟ لا برضاش، مش متروض، مش أليف، مش أليف. هذا سنجاب وعصافير كتير وطيور هنا. هذا عصفور اسمه دويري بس من نوع مفتل، شايفين كيف ريشه؟ شغلة حلوة وفخمة كتير. وهذا بيحكوا عنه حسون، صوته حلو جدا زي الكناري. وهذا بنقول عنه طير الحب. طير الحب يا طير الحب، كلهم كنت أربيهم هذولا، بس خلص الاوضاع حرمتنا من شغلات زي هذه، بسم الله ما شاء الله وسبحان الخالق. هذا بنحكي عنه فنكر جاوة، فنكر جاوة زي ما انتم شايفين. وهذا المكان اللي جيت عليه مكان بسيط وخفيف وحلو هيك، بس اجيت نقعد فيه هنا نشرب شغلة نبر ريقنا فيه نرتاح شوية عشان اروح اشوف الهواية المناسبة. هلقيت حشرب كاس العصير وروح نشوف الهواية. شوفوا هذا كمان سبحان الله ما احلى لونه، كيف يجنن لونه سبحان الله، بجنن بجنن بجنن. صوت البغبغاء، صوت البغبغاء سامعين كيف؟ مزعج هو لكن منظره حلو. يلا نادي نادي. يلا خلينا هلقيتها نروح نشوف المروحة. ماشي طبعا هلقيتها، طالعين نكمل مشوارنا ندور على المروحة. هلقيتنا في الأسواق في شوارع دير البلح، أورجيكم الأسواق كيف. طبعا هذا جزء قدام فيه زحمة يصير زي ما انتم شايفين، قدام فيه زحمة زحمة. قدام هان لسه احنا وساعة هان ما في زحمة، قدام هناك في زحمة. خلينا نروح نكمل مشوارنا. قلبت السوق ومش لاقي مروحة نهائيا، كل واحد بيقول لي اوه راحوا باعوا خلصوا، مع انهم في الشتاء ايام الشتاء كانوا مليين المحلات، ونشوفهم في المحلات في الشتاء نقول اوه احنا بده يجي الصيف واحنا هان موجودين، نكون روحنا زمان. وهي اجى الصيف واحنا هنا ومندور على المراوح ومش لاقيينهم. طبعا انا هلقيت موجود في احدى المحلات والحمد لله تقريبا وصلنا لمروحه، يعني الراجل صاحب المحل وعدني انه يجيب لي مروحه ان شاء الله، فقال لي تعلي كمان ساعتين ثلاثه، بدي ارجع له كمان ساعتين ثلاثه، وان شاء الله يا ان شاء الله يا رب يكون لنا نصيب ويصير عندنا مروحه يا رب هيك، وبنبرد على حالنا يا رب. وزي ما قلنا لكم
ان شاء الله يا رب تبرد قلوبنا بخبر هدنا ورجعتنا بيوتنا. طبعا هذا المحل هو ادوات كهربائيه، في عنده ثلاجات، ذكرني بالبيت وشغلات البيت، ثلاجات، غسالات، يا رب قلبي قلت ثلاجات، هاي غسالات وهي ثلاجات هنا. ان شاء الله يا رب نروح على بيتنا ونشوف الثلاجات اللي في بيتنا والغسالات وترجع حياتنا طبيعيه ان شاء الله. ان شاء الله كمان 3 ساعات راح ارجع على هذا المحل، ان شاء الله ربنا يجيب اللي فيه الخير يا رب. تحياتي. طبعا هلقيت اجاني اتصال من الراجل اللي كنت موصيه على الهوايه، يعني ما بين المقطع اللي تو شفتوه هذا تقريبا 5 ساعات وانا بنتظر في اتصال هذا الراجل، وقلت اتاخر علي وقلت خلص ما فيش امل اليوم يتصل فيا، ولكن الحمد لله لقيت اتصل فيا وانا لقيت في طريقي عليه. طبعا واحنا رايحين نجيب الهوايه لقينا هذا في طريقنا. ايش بتعمل هان؟ ايش بتعمل هان؟ ولك ظهري ظهري بقيت اعمل حجامه. والله تعمل حجامه عشان هيك بتحكي ظهرك. طيب يا سيدي ربنا يوفقك، يعني انت مريض تعبان، انت مريض، انت بتصور، انت مريض. ايش بصور؟ تعال تعال اقول لك ايش بصور. هيني وصلت المحل، تعال معي. ابو وسيم ايش شفت ليش احنا جايين؟ والله لا كيف هوايه يا ابو وسيم؟ خلينا نتهوى. بتهوى؟ هذه اللي لحالي يا ابو وسيم، اللي لحالي برضه الاصليه مكتوب عليها الاصليه. الليله نايم عندك يا حب. يلا نايم عندي. اللي شايف المحل قطع فيه الكهرباء، ايش كهرباء؟ هات محل ادوات كهربائيه. هذول غلاء دمدن لهم خط من عندي. من عندي من الضغط العالي دمدن لهم خط. اوه ركز 320 واط مكيف عليه. ضغط عالي يا راجل اللي عندي. طيب يلا روح لك المونتاج. بتهوى؟ ماشي يا شباب مشكورين. طبعا الشباب وفروا لي اياها اليوم بالعافيه. هذه ما فيش هوايات بالمره، يعني أنا لفيت البلد كلها ما فيش هوايات نهائيا. انا بدور والله مش لاقي، يعني مستغرب من كيف. نعم لا مساج دين السعر في العلالي ما شاء الله. اسم الشركه $150 السعر. قبل تقريبا اسبوعين بقت $100، اليوم $150. طب واسم الشركه؟ والحمد لله يلا ربنا يبارك لك. اسم الشركه؟ احكي اسم الشركه يا سيدي. شركه الاستاذ. كل الحب والاحترام. احنا مبين عليهم جماعه وادم. كل الاحترام. كل تحيه لرجل العمل فادر استاذ. كل الحب للجميع عم على راس الجميع. ماشي خلينا هلقيت نروح على الخيمه ونفجر في الشرق العربي. حبيبي الله يسعدكم. السلام عليكم. طبعا اللي في الخيمه زي ما حكيت لكم لا سمر ولا مرح ولا نشأت بيعرفوا اني رايح اجيب هوايه. سمر عارفه انه في هوايه، والهوايه من صديقتها لسمر، تمام؟ بس هي سمر ما بتعرفش اني انا هلقيت رايح اجيب هوايه. اليوم بتحكي لي خلاص يا سيد احنا لازم نجيب الهوايه، شوف دبرنا هوايه. قلت لها ان شاء الله خير ان شاء الله. فيلا يا بوسي معنا يلا. ماشي طبعا انا وصلت هلقيته. يا رب ما يكون في حدا، يا رب يا رب ما يكون فيش حدا، فيش حدا. هي ملك كان على العافيه. كيف هوايه؟ وين سمر والولاد جوا؟ سمر سمر وينك؟ جايب لكم مفاجاه. وين الاولاد؟ بصورها. جايب لكم مفاجاه. امسك. وين مرح؟ مرح مشان. طب استنى مرح. نعم. هي تعالي. نعم. تعالي عد جوا. عد جوا على الغرفه، على الغرفه. جايب لكم مفاجاه، جايب لكم مفاجأة، جايب لكم مفاجأة. امسكي يا سمر صوري، امسكي مفاجأة. وين سمر؟ امسكي صوري. جايب لكم مفاجأة مفاجأة مفاجأة. يلا جاهزين؟ ايش تتوقع تكون المفاجأة؟ العاب. العاب؟ بس جايب لك فزبة فطح، جايب لك سيارة لامبورجيني. يلا ارجع ارجع لورا، خلي الاولاد هان يقفوا هنا، يقفوا. روحي سمر هناك، هناك يقفي عشان تبين منيح. بلاش حدا من ورا. الضو. لا لا فيش حدا، فيش حدا، فيش. تمام تمام. التصوير واضح 100%. غمض عينينا. بس عشان بصور شويه. مرح تعال هان. غمضوا غمضوا عينيكم. لف وجهكم عماما، لف وجهكم عماما عماما. ايوه لف وجهك عمامه. لف وجهك عمامه. لف وجهك. ايوه لف وجهك عمامه. ولا لف لف. يلا 3 2 1. على فكره قالوا هي قبل ما يشوفوا الهوايه. كيف يا سمار؟ هوايه جديده ولا مستعمله؟ جديده طخ لنج تقدح قدح. سلم ايدك. كيف عارفه؟ يمكن اليوم ما فقدتنيش، ما غبتش، انا ما حسيتش اني غايب. انا فقدتك تو بس كنت منتهي عشان كان عندنا ناس. فيش غباش في التصوير عشان الضوء هذا؟ يعني كويس. طيب ماشي في شويه بس. طول اليوم انا بلف في السوق، بلف بلف بلف. تعبت انهلكت وانا بدور على هوايه ومش لاقي هوايه. الله يعطيك العافيه. لقيت شغلات بس ايش؟ الوات تبعهم 60 وات و100 و120 وات، هذه 15 وات اقل من شحن الجوال. اها طيب استني مرعب. يلا مستعجله مستعجله.
في الاخر عثرت على واحد قال لي ان شاء الله العصر حجيب هويات انتظرني. دفعت له عربون، قال لازم تدفع عربون عشان تتاكد. ايش سن؟ طيب يلا اقف اقف اقف. والله انها مفاجأة حلوة، احلى مفاجأة. يا رب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله يا رب. واش يا سلام. الله حبيبتي هوايا، I love you. I love you هوايا. يا سلام. شايف يا سمر؟ تكييف تكييف تكييف. طب روحي روحي تعالي بسرعه. ماشي انا بدي ايش؟ انا بدي اتهوى. تتهوي؟ طب استنى ثبتها لانها قاعده بتلف. ثبت ثبت ثبت. ثبتناها. وسع شوف سرعتها كيف كيف كانت تشتغل. هيها قويه التي. لا الله الله والله انها حلوه. اه هيك بتقوى. وسع يا مرحبا. وهي ضولها. وسع وسع. شايفه الها ضو، الها ضو. شايفه ايش يا عيني؟ 100% سلم ايديك يا هيك رب في النص. وايدي المتبرعين. شكرا طبعا لصديقه سمر اللي تبرعت، ربنا يجزيها كل خير ان شاء الله. هي هيك بتطفي في النص وتطفي. يا سمر هنا سني تقريبا مش عارف مين اقوى، هادي ولا الجهه الثانيه. لا هذه اقوى، هذه اقوى، هيك هذه اقوى. يا سلام. واخيرا انا شوف شوفي لهان وصل قد ما ارجع. شايفها وهو وصل لهان. طب يا سلام واخيرا. انا بتهوى. انت تتهوي وانا ايش اعمل؟ خليك انت ماسكه الجوال. حرام عليك. يا سلام يا سلام. في عارف على فكره في فيديو لي على التيك توك وانا ماسك الهوايه وبغني لها. بابا روحوا على التيك توك وشوفوا الفيديو فخم وجنن. الف علي. الف عليكي. كيف؟ كيف؟ يا سلام. يا سلام. ايش فخم؟ يعني الظهر قاعده بالفيلم ما يهمنيش. هذا هو كان فيديو اليوم. زي ما شفتم رده فعل مرح وسمر والاولاد كيف كانت حلوه والهوايه. وشكرا للمتابعين، ربنا يجزيكم عنا كل خير. وهذا كان فيديو اليوم. بنحبكم كثير. وسلام سلام.